ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أبت ممثلية المواكب الحسينية في هذا العام أن تكون استعراض المواكب الحسينية في كل منطقة تباديا للإصابات من هذا الوباء، والحمد لله تم استعراض المواكب الحسينية في حي الجهاد، واليوم في منطقة الحاوي في أقامه موكب فزعة الإمام المهدي عجل الله فرجه، مشكورة جهودهم لهذا الاستعراض، ودعوا جميع المواكب داخل مدينة المركز بالمركز للحضور لهذا الاستعراض. وغدا إن شاء الله منطقة أنوار الصدر، وبعدها في الزهراء تباعد لغرض التباعد والابتعاد عن الوباء إن شاء الله. جهد الإمكان نحيي هذه الشعيرة ونحيي ونطبق القوانين الصحية وخلية الأزمة. شكرا جزيلا لقناتكم، ومن خلالكم نشكر مديرية الدفاع المدني ودوائر الخدمية في محاور التواصل والحكومة المحلية وقواتنا الأمنية لتعاونها التام مع ممثلية شعار المواكب الحسينية في واسط. عظم الله أجركم وأجر المناصرين للإمام الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أبي الفضل العباس قمر العشيرة. تأسس هذا الموكب موكب فزعة المهدي في سنة 2014، وبفضل الشباب، شباب قليلة، وبجهودهم الخيرة وبجهود الخيرين من أنصار الإمام الحسين أن أصبح هذا الموكب موكب كبير ويلم كل الشباب. ومن يعظم شعار الله فإنه من تقوى القلوب. يقيم موكب فزعة المهدي المهرجان السنوي الخامس للمواكب الحسينية، حيشارك هذا المهرجان عدة مواكب من محافظة واسط. نشكر جميع المشاركين في هذا المهرجان، ندعو قيادة شرطة محافظة واسط، نشكر القنوات الفضائية التي وثقت هذا المهرجان، نشكر ممثلية الشعار الحسينية في محافظة واسط، ندعو من الله أن يوفق الجميع لخدمة أبا عبد الله الحسين.